أهلا بكم في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأ كالعادة بأبرز العناوين. هاشتاج اليوم العالمي للتصوير يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. حياة الضبحاني رائدة العمل الإنساني في تعز للعام 2017. فنانات يمنيات يرسمن من أجل السلام. ستيتس ملونة في واتساب. في الخيمة اليمنية من هنا ما تبدأ المغامرة. وضيف فقرة الاستضافة اليوتيوبر عبد الرحمن الجميلي. مرحبا بكم. تتسبب الصراعات والحروب في العالم بمقتل الآلاف وتشريد الملايين، وبالتالي كان للعمل الإنساني مكانته الهامة وقت الأزمات هذه. ولذلك أحيا العالم اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من أغسطس كل عام تحت شعار لست هدفاً، وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة تحت هاشتاج اليوم العالمي للعمل الإنساني. نشوف التفاعل. ومن الهاشتاج اخترنا لكم منشور للناشط صدام الأدور يقول فيه: اليوم العالمي للعمل الإنساني يحتفل به العالم في 19 من أغسطس من كل عام. في هذا اليوم التحية والتقدير لكل العاملين في المجال الإنساني حول العالم. في هذا اليوم يجب أن نواصل العمل الإنساني مهما كان صغيرا، فغيرنا يستحق عطاءنا وحبنا واهتمامنا. واحتفاءً باليوم العالمي للعمل الإنساني، كرمت السلطة المحلية بتعز الأستاذة حياة الضبحاني كرائدة للعمل الإنساني في المدينة للعام 2017. التكريم بحسب القائمين على الحفل جاء تقديراً لجهود حياة الضبحاني التي تبذلها منذ بداية الحرب في المجال الإنساني والإغاثي في ظل الأوضاع المأساوية التي تمر بها معظم المناطق في محافظة تعز، كما هو تقدير لدور العاملين في هذا المجال والذين برز منهم العديد خلال الحرب وساهموا بشكل واضح في التخفيف من معاناة المواطنين. يحتفل العالم في 19 من أغسطس أيضا كل عام باليوم العالمي للتصوير، وقد احتفل المصورون اليمنيون بالمناسبة عبر نشرهم صورا من تصويرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبوا عبارات التهاني لزملائهم المصورين وتحت هاشتاج اليوم العالمي للتصوير. نشوف هذا التفاعل. لم ينسى المصورون زملائهم الذين استشهدوا في منشوراتهم، فلنشاهد منشور محمد التويجي في اليوم العالمي للتصوير، وقال في اليوم العالمي للتصوير: أنتم الصورة الأجمل في هذا العالم، أنتم يا شهداءنا يا عين الحقيقة التي لا تزال شاهدة على قبح وجرم هذه الميليشيات حتى بعد اغتيال أرواحكم الطاهرة.
التي وهبت نفسها لأجل قضية نؤمن بها جميعاً. أرواحكم أعزائي مفي أجسادنا تقودنا لنكمل مشواركم، مشوار الحقيقة ونصرة هذه المدينة واستعادة الوطن المنهوب. لكم المجد والخلود يا شهداءنا. ياسين العقلاني كتب أيضا في المناسبة، نشوف منشوره: بمناسبة اليوم العالمي للتصوير، نحب أن نذكر أنه ليس كل من امتلك كاميرا وأخرج صور فعالية بقاعة نعمة رسام يعد مصورا. هذا لكي لا يقع خلط بين التصوير واستخدام الكاميرا، لأن التصوير فن وعلم إبداعي وجمالي. المصور الفعلي هو ذاك الذي يأتي بمشاهد تحدث تأثيرا في نفس المشاهد، وخصوصا في زمن الثورة الرقمية والهواتف الذكية. التصوير إبداع، جمال، حصرية، معاناة، تضحية. التصوير ليس مهنة، ليس عمل، وإنما فن. والمصور الفعلي هو ذاك الذي يعيش ليصور، وليس من يصور لكي يعيش. ملاحظة: هذا لا يعني أنني أقلل من إبداع المصورين في تعز، وإنما بسبب كثرتهم ودخول المتطفلين على الخط دمروا هذا الفن وقتلوا جماله. ورغم الحرب وظروفها، إلا أن هناك متسع للحياة والأمل. صورة ينقلها لنا صدام أبو عاصم من خلال صفحته في فيسبوك، يقول فيه: لا يمكن للحرب أن تنهي شغف اليمنيين بالحياة. الرياضة مثلا جزء من اهتمامات اليمنيين وشغفهم في ظل الموت المحيط. هذه الصورة لشبان نادي مغمور في مديرية العدين، يخيم من فترة في صنعاء ويتفوق في 4 مباريات جمعته بكبريات أندية العاصمة شعب صنعاء، اليرموك، وحدة صنعاء 22 مايو. نادي الاتحاد الرياضي في العدين لمحافظة إب ينافس الكبار وينتظر لفتة من مسؤولي وزارة الرياضة. سيقول أحدكم: من أي وزارة تحديدا تنتظر الدعم؟ وهل هو مناسب هذا التوقيت للرياضة ومشاريعها؟ نقول لهم: نعم، وعلينا نطالب الوزير الشرعي نايف البكري ونائبه حمزة الكمالي. وليس هناك ضير إن دعمت الرياضة سلطات صنعاء وكائنات الحسن الجلال، فالآن هو وقت الرياضة والاقتصاد والحب أيضا. فلا يمكن أن نهزم الموت إلا بمشاريع الحياة. الدنيا لا تزال بخير. صورة مع التحية لمستشار الشباب وداعمهم المعنوي محمد صادق العديني. منشور لاقى اهتمام ونشر واسع في مواقع التواصل الاجتماعي من صفحة الجزيرة التركية، وفيه: الحاج عبد الله من غانا قبل سنة من الآن قال لأحد المصورين الأتراك بعد أن رأى طائرة درون: هل هناك واحدة أكبر من هذه كي تأخذني إلى الحج؟ انتشرت الحكاية وصورة عبد الله في وسائل التواصل الاجتماعي التركية، وقرر أحد رجال الشرطة الأتراك أن يعطي النقود التي جمعها من أجل الحج إلى الحاج عبد الله كي يحقق أمنيته. بالأمس ودع الحاج عبد الله إسطنبول بعد قدومه إليها إلى الأراضي المقدسة. أعلن مجلس أمناء جائزة الشاعر محمد عفيفي مطر فوز الشاعر اليمني جلال الأحمدي بالمركز الأول لهذا العام من بين عدد من الشعراء العرب الذين تقدموا للجائزة. وصدر لجلال 4 دواوين منشورة، وهي: شجرة للندم أو أكثر، ولا يمكنني البكاء مع أحد، وأن أخرج الغابة من صدري، ودرج البيت يصعد وحيدا. بدورنا نهنئ الشاعر اليمني جلال الأحمدي ونبارك له. ونشوف الآن صور من اختتام فعالية مشروع وطن الذي نفذته المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة بادر للتنمية وبدعم من منظمة أوكسفام بمديريتي الحوك والميناء بمحافظة الحديدة.
فنانات يمنيات يرسمن من أجل السلام. حملة ضحايا صامتون، حملة أطلقتها الفنانة اليمنية هيفاء سبيع، والمعلومات أكثر تنضم إلينا الفنانة هيفاء سبيع. أهلا بك هيفاء. أهلا وسهلا. الله يحييك. بالبداية لو تحدثينا عن الحملة، ما هي أهدافها؟ الحملة حملة ضحايا صامتون هي حملة تعنى بقضايا النساء والأطفال في ظل الحرب، وتتحدث عن القضايا وتناقش القضايا والتوعية كذلك بأهمية هذه القضايا وكيفية معالجتها، وبشكل عام هي بشكل خاص في المجتمع اليمني وبشكل عام عن قضايا النساء والأطفال حول العالم. جميل. من هي بالنسبة لأهدافها؟ أهدافها محاولة التوعية وحل المشاكل أو إيجاد حل جذري للمشاكل التي تعاني منها هاتين الفئتين. جميل. طيب من هي الجهة الداعمة لكم؟ بالنسبة للجهة الداعمة لا يوجد أي دعم، الجهد شخصي والدعم شخصي ولا يوجد أي جهة، وأرفض وجود أي جهة بالنسبة للدعم. نعم. الرسالة التي تريدون إيصالها؟ الرسالة التي أريد إيصالها هي الالتفات إلى هاتين الجهتين ومحاولة إيجاد الحلول، سواء حلول على المستقبل القريب وكذا على المستقبل البعيد، لتلافي حدوث هذه المشكلات مستقبلا بالنسبة للأطفال والنساء، كذلك محاولة إيقاف هذه الحرب والاستماع إلى صوت العقل، والالتفات كما يعني أسلفت أنه يجب النظر إلى هاتين الفئتين وليس تجاهلهما وغض النظر عنهما، بسبب أنهما فئتين ضعيفتين ولا يستطيع أن يصل أصواتهم إلى المجتمع الدولي. نعم هيفاء، لو تحدثين عن الصعوبات التي واجهتكم. أنا لازلت في بداية الحملة، الصعوبات ليست هناك صعوبات بشكل كبير أو شيء، المجتمع اليمني مجتمع طيب ومجتمع ينظر إلى الأمور بنظرة جيدة، لكن ما أتمناه أن الحرب هذه قضت على كل شيء جميل، قضت على البنية التحتية، قضت على ما كل شيء جميل في هذا المجتمع. أتمنى من الجميع ومن الأطراف السياسية أن يحكموا صوت العقل كما أسلفت، وأن يتجنبوا الحرب بكافة أشكالها. أدعو إلى السلام وأدعو إلى محاولة غرس كل شيء جميل، وكذا أيضا توعية المجتمع بدور الفن في هذه الحياة. نعم. الفنانة هيفاء سبيع، شكرا جزيلا لك. أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يسمح للمستخدمين بكتابة نصوص ستيتس على خلفية ملونة، وهي خدمة متوفرة في تطبيق وموقع الشركة الأم فيسبوك. وعند الدخول إلى شاشة ستيتس تظهر في الأسفل ثلاثة رموز، الأول لإضافة الإيموجيز، والثاني لتغيير نوع الخط، والثالث الذي يظهر على شكل قلم لتغيير لون الخلفية. أما تطبيق إنستغرام فقد عرف بدوره تغييرات على مستوى التعليقات، إذ أضاف إمكانية الرد على التعليق معين بنفس الطريقة الموجودة في فيسبوك، وستكون هذه الطريقة بديلاً عن القديمة التي كانت تعتمد الإشارة إلى اسم شخص معين للحديث معه، وهو ما كان يخلق فوضى في التعليقات في الصور التي تحظى بعدد كبير من التفاعل. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بكليب للفنانة سهى المصري بعنوان ليتني حمامة. مقطع آخر لموهبة فنية محمد فريد، نسمعه مع بعض.
قولي بن هاشم بكت لعيان دم واحتن قلبي من فورق محبوبي بقى محنون بيت كم المينون هايم لليالي سير وصبي الخصم يرثالي من خلاف المحبين الخصم يرثالي من خلاف المحبين وتكثرت الأشواق عندي بالبكا يا عين صبي وحن وون يا قلبي المحزون ليلك وصبحك وسريع يا نار وسط الجوف شبي البعد لي شتت وفرق بين الاثنين. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم اليوتيوبر اليمني عبد الرحمن الجميلي. سلام يا حبايب، كيفكم؟ انا في الخيمه اليمنيه. من هنا بتبدا المغامره. حنخيم في مكان لاول مره نزوره ونشوف ردود الفعل ايش حيصير معانا. وبالنسبه للفائز بلقب يوتيوبر اليمن، اجر امهات الاطفال في العالم. والعديد من الدول العربية التي عانت من ويلات الحروب والأزمات أصبحت تركيا أحد الملاذات الآمنة لها. فما أجمل لغة الفن، ما أجمل الموسيقى، وهي ترسم عننا كعرب صورة لدى الأتراك، صورة متميزة بغض النظر عن ما آلت إليه بلداننا من حروب. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن معنا اليوم. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحييك. جاهز للأسئلة؟ والله إن شاء الله. بسم الله. يلا نبدأ كالعادة. أوصف نفسك بكلمة. إنسان. شخصية أثرت بك. عمار النجار. أجمل مكان زرته في حياتك. أجمل مكان زرته في حياتي أنطاليا. مكان تحب زيارته؟ حاليا صنعاء. شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصية أتمنى مقابلتها، والله ما طلع على بالي هذا السؤال. ممكن حاليا أبي وأمي، مشتاق لهم كثير. جميل. طيب كيف اخترت اليوتيوب وليش اخترته؟ اليوتيوب منصة مفتوحة، يستطيع الكل أنه يعبر فيها عن أفكاره وآراءه، يستطيع أن يحصل على المزيد من الجمهور الذي يستطيع أن يأثر عليه. اليوتيوب منصة مفتوحة، عشان كذا كانت أسهل الطرق وأيسرها للوصول إلى المجتمع. جميل. طب لو تحكي لنا عن بداياتك في يوتيوب. بداياتي في يوتيوب، أنا مؤسس ومدير لروابط للإعلام. روابط كانت أهم مؤسسة بدأت في اليمن، أو أول مؤسسة بدأت في اليمن في صناعة المحتوى والنشر على يوتيوب من وقت مبكر، من بداية 2012. فكنت أعمل على صناعة النجوم وتطوير البرامج اليوتيوبية، سواء كانت البرامج الساخرة أو البرامج الكوميدية. مع الوضع الأخير للأسف أنا لم أستطع أن أصنع نجوم بسبب الأوضاع. يتصدر الساحة ليصبحوا مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصة يوتيوب بالتحديد. اضطريت في غربتي، أنا وحيد وشباب روابط أصبحوا متفرقين في 8 دول، وبعضهم ما زال في صنعاء أو في محافظات أخرى. فاضطريت أنه أكون أنا النجم يعني، وأصنع من نفسي كمتحدث يعني. أنا كنت غالباً خلف الكاميرا. لا بأس. طيب شركة روابط الآن ليش اختفت أعماله؟ شركة روابط كما هو معروف تم اقتحامها في الفترة الماضية وتوقفت عن الإنتاج من داخل اليمن، لكن
قبل أشهر بدأنا بإنتاج بعض الأعمال من خارج اليمن، وإن شاء الله بس تعود اليمن زي ما كانت وروابط حترجع من جديد إن شاء الله. بالتوفيق لكم، ننتظر أعمالكم الجديدة إن شاء الله. طب لو تحدثنا عن ستاند أب كوميدي. ستاند أب كوميدي كنا في روابط أول من أدخل ثقافة ستاند أب كوميدي لليمن، حرصت على أنا وشباب روابط على أنه نوجد أرضية لهذا الفن في اليمن، وفعلا بدأنا بعدة عروض، أولها عروض الترويج لهذه الفعالية، وقبلها عروض التدريب والتأهيل لصناعة نجوم ستاند أب كوميدي وتعريف الناس بهذا الفن الجديد. واستطعنا خلال فترة قصيرة أن نصنع عدد من النجوم، وأقمنا الكثير من الفعاليات النوعية في اليمن لهذا النوع من الفن، والحمد لله حتى اليوم ما زال فن ستاند أب كوميدي في تطور، وهذه نقطة تحسب لروابط وشباب روابط أنهم استطاعوا أن يوجدوا هذا الفن. فن ستاند أب كوميدي فن قديم جدا لكن تأخر في دخول اليمن. اليمني بطبعه بشوش وصاحب نكتة، فهذا الفن هو متأصل فينا كيمنيين يعني، فبس احنا بنرتب بحيث أنه يكون بمستوى أكثر احترافية فقط. جميل. طيب من وجهة نظرك ما هي المعايير الأساسية لأي محتوى يوتيوبي ناجح؟ المعايير تختلف من شخص لآخر، كله حسب محتوى القناة والجمهور المستهدف. فبالنسبة للمحتوى كمحتوى، هناك محتوى هادف توعوي، وهناك محتوى ترفيهي، وهناك محتوى في الألعاب، محتوى في التحديات، هي المحتوى متنوع، وكلما يبث في اليوتيوب هو محتوى، ولكن نوعية المحتوى هو الذي يحدد هذا المؤثر يفرق عن هذا، ونوعية الجمهور المستهدف والفئة العمرية وغيرها. فلا معايير يعني ثابتة لتصبح يوتيوبر متميز، سواء أنك تحدد فئة مستهدفة وتحدد الفكرة اللي أنت حاب توصلها وتستمر. جميل. طيب شخصياً كيف تقيم تجربتك في اليوتيوب؟ تجربتي في اليوتيوب أتوقع أنها جيدة. أنا بدأت في 1/1/2017 ثمانية أشهر إلى اليوم، استطعت فيها الحصول على أكثر من 5 مليون مشاهدة تقريباً، يعني في حدود 5 مليون مشاهدة، وأكثر من 72 ألف مشترك، فعدد جيد في وقت قصير. وأنا لا أتفرغ لليوتيوب، اليوتيوب هو في وقت راحتي بعد عملي، فأنا أقيم التجربة جيدة. طيب عبد الرحمن، لو تقدم لنا يوتيوبر يقدم محتوى مفيد. أنا أحب عمر فاروق. جميل. طيب هل عدد المشاهدات لمقاطع اليوتيوب يعتبر معيار لنجاح صاحبها؟ لا أبداً أبداً، لا، هي معيار لنجاح القناة وليس لنجاح صاحبها. نجاح صاحبها يعتمد على المحتوى الذي يقدمه ونوعية التأثير الذي يؤثر في الناس، لكن القناة أكيد المشاهدات تعتبر معيار لنجاح القناة، أيضاً الاشتراكات تعتبر معيار لنجاح القناة، مدى التفاعل، اللايك، الكومنت، الشير، هذا هو من معايير نجاح القناة وليس نجاح الأشخاص. نعم عبد الرحمن، أنت قلت إنه المحتوى يعني أهم شيء فيه تحديد الجمهور وتحديد الرسالة، أنت جمهورك مين وإيش رسالتك؟ أنا جمهوري حاليا في الوطن العربي بشكل عام، من اليمن أكيد، وأيضا الوطن العربي، عندي نسبة كبيرة من الدول العربية سواء كانت دول خليجية أو المغرب العربي أو مصر أو دول أخرى، بلا استثناء جمهور كبير، فهذا هو الجمهور المستهدف. الفئة العمرية أنا غالباً أستهدف ما بين 16 سنة إلى 40-45 سنة. جميل. فهذا بالنسبة للجمهور. جمهور واسع. طيب تعتبر أنت من أكبر اليوتيوبرز اليمنيين الذي اشتهرت مقاطعهم في فترة أخيرة، لو تقول لنا كم حصلت من اليوتيوب؟ هذه الأسئلة المحرجة. أولاً أنا مش من أكبر اليوتيوبر، يعني في يوتيوبر برضو متميزين، أنا واحد من اليوتيوبر، وهذا شيء يجعلني أفخر أن أنا من الشباب اللي بدأوا في اليوتيوب في اليمن من وقت مبكر. بالنسبة للأرباح، سؤال محرج. طيب أتوقع في الفترة الأخيرة قرابة $1,000 بلا تحديد، بس يعني في الفترة الأخيرة. شهرياً ولا كيف؟ في الفترة الأخيرة خلاص. أكثر من كذا شيء يبتسق. بحريكش أكثر. تمام. طيب من وجهة نظرك إيش اللي ينقص الشباب اليمني ليصبحوا يوتيوبرز ناجحين؟ ينقصهم الاطلاع
يعني مشاهدة الآخرين، متابعة الترند، التواصل مع الجمهور بشكل أوسع، توسيع نطاق التأثير في مواقع التواصل الاجتماعي، عدم الاكتفاء وأنا أنصح نفسي أيضا عدم الاكتفاء بمقطع واحد كل فترة، لازم إنه يكون في استمرارية وفي أكثر من فيديو، التعاون مع يوتيوبر آخرين، القراءة حول أسرار يوتيوب وأسرار منشئي المحتوى ومعرفة المنصة التي يعملوا عليها بشكل أفضل، يطوروا من قدراتهم. في أشياء كثيرة ناقصة لليوتيوبر اليمنيين بشكل عام، لكن إن شاء الله الفترة القادمة يصبح الشيء يصبح في أمر مختلف إن شاء الله. طيب إيش الفترة اللي تقترحها على اليوتيوبرز؟ يعني كل كم ينزلوا فيديو؟ هو بالنسبة لليوتيوب هو بيحفز من ينشر أكثر، يعني أنت لو استطعت تنشر في اليوم فيديو فيوتيوب بيعطيك إمكانية وصول أعلى. فحالياً أنا مثلاً أنشر كل أسبوع أو أحياناً كل 5 أيام، فأعتبر أنه هذا أقصى ما عندي بحكم أن أنا ملتزم بوظيفة 6 أيام في الأسبوع 8 ساعات في اليوم، فما عنديش وقت أن أنا أنتج أكثر. لكن الشباب اليمنيين الذي خصوصاً يعني عندهم وقت، لو أنتجوا أكثر سيصلوا لجمهور أكثر، يعني فالموضوع مختلف يعني. بالضبط. طيب ما هو أكثر عائق واجهك وكيف تغلبت عليه؟ أكثر عائق واجهني، بالنسبة لأكثر عائق واجهني كبدايتي في اليوتيوب، أنا بدأت اليوتيوب في غربة، البداية في غربة صعبة جدا، عدم الحصول على ناس من نفس التفكير فيما يخص اليوتيوب، هذا نقطة يعني تعتبر من العقوبات اللي يعني من المعوقات. ايضا انا اعمل لفتره يعني الوقت طويل في الاسبوع، فما عنديش وقت كافي، بالاضافه لانه عندي اولاد واسره وعندي التزامات اخرى، فضغط الوقت من اكبر المعوقات. ايضا الجمهور اليمني للاسف لا يدعم بشكل كافي، الكثير من اليمنيين متواجدين على منصه فيسبوك ولا ينتقلوا الى منصه يوتيوب، وادعوهم من خلال بلقيس الى الاتجاه الى منصه يوتيوب وانشاء حسابات. احيانا نجد الكثير من اللايك من اليمن والمشاهدات من اليمن ولا نجد التعليق، والسبب عدم وجود حسابات او عدم اشتراكهم في قنوات اليوتيوب. فهذه من احد المعوقات، انه صانع المحتوى اليمني لا يجد الجمهور اليمني الحقيقي على الشبكه. نعم عبد الرحمن، بالعوده لابنك، شفنا ابنك في بعض فيديوهاتك، هل تشجعه على ان يصير يوتيوبر؟ والله مراد هو يحب هذا الشيء، أنا طبعاً لا أمنعه ولا أشجعه، لكن عنده شغف كبير بهذا المجال، أتمنى أنه ما يستمرش، لكن لم أمنع يعني أحاول أنه ينتبه لدراسته أكثر، لكن الجمهور أيضاً الجمهور يحبه، يعني لما أظهر على الفيديوهات يقولوا إن مراد، وكثير الناس يطالبوا بمراد فصار مشهور أكثر مني يعني. نعم، إذن اليوتيوبر عبد الرحمن الجميلي شكراً جزيلاً لك. شكرا لك استاذه، وشكرا لقناه بلقيس على استضافه الشباب المؤثرين. نتمنى لك كل التوفيق. نتمنى لكم كل التوفيق، شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا الى ختام هذه الحلقه، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحه البرنامج الظاهر رابطها اسفل الشاشه. هذه تحياتي لكم انا فنان تركر، كما هي لكم من معده البرنامج الهام عامر وكافه الطاقم، الى اللقاء. أويلة بانم بان أويلة شو يبى بلرم يعني. تمام، ليش صوتك راح؟ خلاص معك. ها عبد الرحمن شفنا أجلس هني، أجلس عبد الرحمن. مرحبا، أهلين. أهلين وسهلين. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحييك. أهلين.